إذا أحببت أن تسافر في رحلة إلى القلب النابض للصحراء، أن تتوغل عميقا في صحراء التاريخ أو تاريخ الصحراء، فعليك برواية عشاق الصحراء للكاتبة زبيدة هرمس. طبق روائي دسم يستعرض فصولا من قضية الصحراء بالمغرب، وربما هي رواية متفردة في بابها بتناولها الملتزم لهذه القضية، إذ يمكن أن نقول أن الرواية وهي في 283 صفحة مرافعة قوية للدفاع عن الطرح الوحدوي وعن كون الصحراء مغربية عن طريق استثمار معطيات تاريخية وثقافية وحقوقية واجتماعية. ما هو مثير في الرواية ويستحق التقدير هو ذاك النفس السردي الروائي الحاضر الذي يمنح لهذه الرواية روائيتها وأدبيتها، ونقصد العالم الروائي التخيلي بشخوصه ومصائره ونوازع هذه الشخصيات ومواقفها وصولات الزمن وروح الأمكنة. تفاصيل تلامس طبيعة المجتمع الصحراوي، وفقت المؤلفة كثيرا في سبر مواقف أطراف الصراع، وتعمقت وهي تجوس في أفئدة عشاق الصحراء. ما يحسب للرواية هو اهتمامها بذلك التصارع والتنازع بين القيم المقاومة والاستعمار، الوطنية والخيانة، الوحدة والتفرقة، العدل والظلم، الحب والكره، الحرية والاعتقال. رواية عشاق الصحراء رواية تقرأ بتقدير كبير لأنها تحقق المتعة والإفادة معا، فهي وثيقة أدبية وتاريخية. ونفخر في المكتبة المسافرة، في مجموعة الرواية المسافرة، أن نضع هذه الرواية رهن إشارة القراء، فما على من يطلبها إلا أن يفتح ألبوم الرواية المغربية بمجموعتنا ويضع اسمه أسفل صورة الرواية لتصله بريداً.